البنات ديالي، مرحبا بكم، مرحبا بيا معكم. تحشوني واكيد تحشوا الروتينات، تحشوا النشاط، تحشوا الضحك، تحشوا الجميع، تحشوا الفلوغ اللي كيكون حماسي. فمرحبا بكم، مرحبا بيا معكم، مرحبا بينا كاملين في فيديو جديد، روتين جديد، اولا بالاحرى فلوغ جديد. اذا كنتي اول مره كتشوفي في القناه ديالي، فمتنساش انك تشتركي في القناه وكذلك تفعلي الجرس باش كيوصلك كل جديد. عرفتوا كاينه الشتاء على برا، ودابا غادي نوض نجمع الدار، غادي لحقاش الدار راها مرونه، كانوا يلاه كانوا عندي الضياف ومشاو. المهم خليكم معايا وتشوفوا شنو غادي ندير. كنحماق عليكم وكنتسطى عليكم، وشكرا لكم على الدعم ديالكم وعلى حبكم ووفائكم وعلى اي حاجه كديروها معايا اولا على ودي. غزالات ديالي هنايا بديت كنجمع الدار. المهم بديت كنجمع كنحيد، حيت اصلا كانت مرونه بزاف، بغيت غير نشير لكم واحد النقطه، منها كنجمع ومنها كنهضر معكم باش ما نملوش وما نكم. اول حاجه البنات، في الفيديو الاخر اللي كنت درت لكم هو ما قلت لكمش انني درت الحجاب. الناس راه ما كيتفرجوش لا فيديو وما كتبه شاف العنوان، واش غير دايره فورانا صافي دراني دايره الحجاب. وانا بديت الفيديو وقلت لكم بنات يلاه جيت من الحمام، يعني راني دايره الفولار، يلاه جيت من الحمام وديناتي مراد. ولكن القرار اللي خديت هو انني غنبقى نستر، يعني البيجامات اللي كنت كنشريهم انا قصار بزاف، وليت كنشري بيجامات طوال وبزاف. وليت كنحاول انا في اللبس ديالي نستر راسي، نلبس ما تحت كي كيقولوا نغطيو العوره ديال المراه بلا ما نشرحوا مزيان شنو كاين هذا ما كان يعني. ولكن نتوما خصكم تقولوا الله يهديها يا ربي دير الحجاب، فانا طلبتكم دعواتكم قلت لكم يا ربي ندير الحجاب وبزاف ديال الحوايج. هنا البنات عييت ديال بصح، ما عرفتش وليت كنعيا دغيا، ما عرفتش علاش. ايوا هذا مكان حبيباتي، فكنشكركم كاملين. اليوم بعدا كنصور كنسجل لكم الصوت وانا فرحانه فرحانه فرحانه، وغادي نوريكم لكم علاش. تكملوا لا فيديو ان شاء الله يا ربي، واكيد هذه الفرحه راه بفضلكم نتوما. وكنقول لكم الله يفرحكم سيدي ربي، يا ربي امين، يا ربي الله يفرحكم وحده بوحده، والله يسهل عليكم داكشي اللي كتمناوه في حياتكم كاملين كاملين. اي حاجه راها بالك يا ربي يوصلك ليها، وبلا ما تعياي وبلا ما بدون مشقه الانفس الله يوصلك ليها وتجيك سهله مهله. هنا بديت كنشطب حبيباتي، كنشطب داك الحصاره اللي عندي باش كتعجبني دغيا دغيا كتشطب. صافي شطبت وغنفرش الزربيه. اخيرا حطيت الزربيه ديالي فرشتها، صافي قديتها باش نبقى باش نحط طويبيله ومشغل الكوزينه. عندي شي ماينات بزاف ديال البنات كيقول لك كنقرا كيقول لك لا حنا ما بغيناش الروتينات وكذا. راه البنات وراه واش كرهنا اننا نعطيو الافاده، واش كرهنا اننا نعطيو شي حاجه اللي هي زوينه ونستافدوا منها، ولكن هذا هو اللي مطلوب. يعني انا مادام داخله اليوتيوب وراه كنتحداكم، ما كايناش شي وحده في اليوتيوب راه تقول لكم هاد الهضره. راه انا مادام داخله اليوتيوب راني داخله على ود طريف ديال الخبز عباد الله، ماشي داخله على ود انني نبين حياتي ولا هادي ولا هادي. راه الانسان كيدخل على طرف ديال الخبز، وراه من المستحيلات تقول لك شي وحده راني كان داخله اليوتيوب غير حقا حبا في اليوتيوب او لك هوايه، راه غير كذوب في الكذوب في الكذوب. انا عندي نيشان نيشان ما كنخافش، كنخاف غير من اللي خلقني. هذاك اللي خلقني بوحديته هو اللي غيعاقبني وغيحاسبني، يعني علاش غادي نكذب على الناس وغادي نقول لهم انا حبا في اليوتيوب انا حبا في كذا؟ لا انا ماشي حبا في اليوتيوب. فريمون منين دخلت لقيت واحد الحاجه اللي هي محبه ديال الناس، لقيت ان الناس ملي كيتلاقاوك في الزنقه وكيدرعوك كيبوسوك كيقولوك راه حنا كنموتو عليك وكنبغيوك، راه هذاك هو الفضل الكبير وكيغنيك على الملايين ديال الفلوس الحمد لله. وصافي يعني الانسان خصك تقول الله يسهل عليها باش عمرك ما تبغي الضروره لخوك المسلم رغم ولو كافر، ولو رغم يكون كيف ما كان ما تبغيلوش الضروره. علاش؟ حيت اش غدا بعدو داكشي اللي طلبتيه لداك الخوك هذاك اللي طلبتيه له راه ربي كيعطيه لك نتايا. يعني الانسان خصو يعرف كيفاش يفكر ويطلب، كيقول لك الله يسهل على وليدات الناس عادي يسهل على وليداتي باش الله سبحانه وتعالى كيسهل. هنا بديت كنغسل المعينات حيت لقيت الدار فريمون مرونه، حيت انا مريضه هاد الايام غير ماما معايا، ولاني خرجت مشات هي وخالتي وكنجمع انا. فرش لوليدات الناس فين يجيو وليداتك، يعني فكروا بايجابيه وبغيو الخير للناس وربي راه غياتيكم غير بالخير. راه الا مكتب لي الله انا، راه انا واحد الانسانه اللي كنامن بقدر الله، الا كان مكتب لي الله غنكمل في هذا اليوتيوب راني غنكمل. يقدر غدا بعدو ما غاديش نكمل، غادي نحبس، ما تعرفوش شنو يقدر يوقع. يعني الانسان خصو يفكر بهذا المنطق وصافي. هذا ما كان الحبيبات ديالي. هنا بديت كنغسل المعينات كي قلت لكم ماما ما كايناش، ايوا صافي بقيت كنغسل المعينات، ساليت جمعت كل شيء وغادي نضربها بواحد الجفيه في الدار
وهذا ما كان كبدات ديالي. فكيف ما كنقول لكم ناضي جمعي الوقفه، وبحال هاد الروتينات راه كيكونوا حماسين، وانا كندخل كنقلب عليه بحال هاد الروتينات باش نوت انا نتحمس ونوت انا نجمع وندير ونقاد ونصاوب الدار وهادي وهادي وهادي، راكم عارفين. وبالنسبه لكاينين شي بنات الله يعمرها دار، الله يعمرها دار، وشي ولاد تا هما الله يعمرها دار، الله يرحم داك الكريشه منين خرجوا، الكلام الطيب الموزون بزاف ديال الحوايج. تشوفوا حميد صبحت كيف طر مشى عطى الدم، صباح كي عطى الدم، اجي من هنا حميد، صباح كي عطى الدم البنات على الصباح، ودابا ها هو عاد كيف طر. عرفتوا شنو المود ديال الضحك؟ شي فرمليه تما في الدباجه هو دايز وما كيعيطولوش، تي مانيفيك. ورحنا غاديين دابا كيجي ياكل هو كيشرب هاد رايبي وداك الشيء، وغادي البوسطه حيت صون افيليا الدرع وصل، وغادي نمشي غادي نمشي نجيبو. وتسناو الحفله اللي غادي تكون فريمون 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 فريمون. واو حميد كز 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 مشي تلحق علينا شي حاجه، اللي غتكون حفله واعره واعره واعره، واكيد غادي نحط لكم بوست قبل الا بغاو بنات تا زي يحضروا، مرحبا بيهم، والف 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 مليون مرحبا. هاني رجعت لكم زايد ديالي من بعد داك الفيديو اللي درنا، رجعت لكم بواحد الفرحه حميد ناس. شوفوا شنو وصلنا اليوم، ها وصلنا عفتو من بعد مشقة الانفس. شو ملي كتشدو بحال هذا عاد كتحسي انك كيقول لك من جد وجد، عاد كتحسي انك درتي شي حاجه، عاد كتحسي انك كنتي خدامه، عاد كتحسي انك بحال اللي خديتي واحد الجائزه على داكشي اللي درتيه. وفريمون باش نوصل ل 100000 كانت صعيبه، ودوزت بزاف 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 المراحل كيف ما كتعرفوا. غادي نقول لكم نقول لكم بزاف الحوايج عاد نفتحوه، نعاود لكم بزاف الحوايج عاد نفتحوه باش غادي نوصل البنات ل 200000. فراه دوز بزاف ديال الحوايج بعدا ال 100000، حيت هذا كيتخاد على 100000، مي دابا الحمد لله وصلنا في 200000. يعني انا في 100000 قاسيت عانيت، كنت في واحد الوضعيه اللي يرثى لها، كنت بزاف ديال الحوايج، داك الفرحه واحد الوقيته صافي حبسات، حيت انا الوقيته اللي بديت اليوتيوب ما تسحنا الله يرحمها. صافي انا شنو وليت كنفكر، كنفكر غير الهضره ديالها، حيت اخر مره كنت درت لها كانت واحد البنت دارت فيديو، وكنت انا يلاه في البدايات، وكنت عاونت واحد البنيته، وماشي مهم شي حويجه درناهم انا وياها، واحد البنت دارت فيديو وكتشكرني وداك الشيء، وعطيتها كتصمات كتصمات وديناتها كتسمع، باقا كان باقا عقلها كان عندي لان فينيكس، كان عندي غير كنصور غير بالتليفون ان فينيكس، كتسمع مسكينه وهي تقول لي، وهي بقات كتشوف فيا، وهي قالت لي سمحي لي بنيتي هاد 3 ايام كاع ما صورتي ما والو، هادي واش فيها؟ قالت لي شابنتي سيري مزيان. قلت لها حنا راه الا وصلت 100000 غيجيني الدرع، وهي تقول لي مسكينه الله يرحمها، قالت لي شي منين غادي توصلي للدرع عندها لك حفله وهادي وهادي. المهم راكم عارفين داك التحفيز، كتبغي تحفزك كتبغي تخليك انك ديري وتوصلي، والحمد لله رغم هي دابا ميته وفي القبر، ولكن بحال هكا كنهدي لها وغنمشي عندها للقبور وغنقولها لها، وغتقولوا لي اه راه بدعه، مي انا واخا عارفه ان بدعه وعارفه ان اللي في القبور ما يسمعوناش، ولو كانوا ما كيسمعوناش كاع ما غنقولوش نقول لهم السلام عليكم انتم السابقون ونحن اللاحقون، الوغ راه كيسمعونا. يعني انا ملي كنمشي نهضر معاها ولو يعني كيقول لك واحد الحاجه كيقول لك والله اعلم الله اعلم، ولكن منين غادي نمشي عندها على الاسئله غير واحد شويه كنحس براسي انني صافا وانني راني مزيانه، يعني عاودت لها كنرتاح. فشوفوا وصلني هذا، وغادي نفتحو معاكم من بعد بزاف ديال المشقات، من بعد بزاف ديال سوبريت باش يوصل هذا، حيت هذا كيبين لك انك خدمتي، والحمد لله خدمت. وحميد راه ناعس وانا راني غنفتح الدرع. حميد نوض شوف كي داير، عرفتو والله البنات حتى متشوقه. شتي منين جاني المره الاولى عرفتو، بقيت كنرجف عند حميد، وكان داك الساعه مسكين. وبالنسبه انا كنت باغا ندير له واحد نتلاقاه بواحد الطريقه واحده اخرى، كنت باغا نتلاقاه بالدقيقيه بالدقه المراكشيه، وكنت باغا نتلاقاه الباب، ولكن بسبب هاد الشيء اللي وقع في المدينة ديال تازا، وللاسف للاسف انا البارح منين مشيت راه ما كنتش عارفه ان من العائله وصديقه تاع العائله وراجلها بحال خوين بابا خوت ما كيتفارقوش. عاجل انا عندو
يعني ديك الساعه صافي انا قلت لا ما يمكنش انني ندير، ولا يعني الحفله اللي غادي نديرها البنات حفله خطيره وغادي نبوستيها للبنات باش يجيو عندي اللي بغات اللي بغات تجي حتى هي تجي مرحبا بها بنات تازة، علاش لا، واللي انا برا تازة حتى هما مرحبا بكم، حيت هاد الحفله غادي تكون انسانيه اكثر ما غادي تكون نشوطيه. وي خليونا اختي خليونا نفتحوا اجيو خا يكونوا بعاد يجيو ينعسوا عندنا مرحبا بهم. بسم الله ناري بسم الله. ماما عندك تدخلي راه ما فيه لي مونطيك ما عرفتش كي غادي يفتحوا. هاي لا لا هاي هاي صافي قبالك وسالي معلمه. ها هي شتي حيت كتفتحو جوج جوايل باش كيقدر حيت راه تما الاخر. هانتوما قلبي الصغير ما جبتش معايا باش نحط الكاميرا تشوفوا كل شيء. شوف يجي هكا رساله بعدا وصلت لي عين 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 ما تزربش هادي ما عرفتش ديالاش. كونغريليشن اون يور سبسكرايب ما عرفتش هادي من ديالاش، وهادي من عند المديره وبسنياتور ديال المديره تاع اليوتيوب. ها هي تحت لا سينياتور ديالها صرد لي رساله تهنئه. ها هي ايوا سيدي هادي يمكن باش كتمسحيه، هادي باش كتبقاي تمسحيه، وهادي هادي كيقولوا لك بانك خديتي الاخر غيبقى لك الدرع الذهبي ان شاء الله. علاش لا الدرع الذهبي والالماسي وكلشي ان شاء الله. إيسا خصو يكون عنده طموح واليوتيوب كيكون هكا. منى اش ام هيا ناري شحال تسميتو؟ شوفو كيديرو لكم هاد اللعيبات هادو باش الا بغيتي تعلقيه، باش الا بغيتي تعلقيه كيتعلق. اهو شحال عرفتو قبيلة حامد قول لهم ملي جيتي تشدو شنو درتلك؟ سقتلك؟ لو حيد لا ما تشدش ما تشدش ما حدش يجيب ليا الصغيور. هاهي دايرين لك منى اش ام فور باسيك 100 سبسكرايب 100000 سبسكرايب. هاهي الحمد لله يا ربي، واكيد بعد ما شديتو ما ننساوش غادي نشكركم نتوما، حيت لو ما كنتوش نتوما راه ما كنتش غادي نشد انا هذا، وكون ما كنتوش نتوما وكانش الدعم ديالكم واكيد كون ما كانش الحب ديالكم والدعاء الدعاء الدعاء ديالكم، حيت عيالات كبار كيدعيو معايا هذاك هو الربح والدنيا كامله. فلو كان ما كنتوش والعقبه ان شاء الله للدرع الذهبي وانا متاكده غناخذوه، كونوا متاكدين. بغيت هضر يلاه هضر. المهم حميد كان باغي يقول لكم شي كلمه. شكر البنات قولهم نشكروا كل شيء القريب والبعيد واكثريه الناس اللي بعاد. والله والله الا زعما سما شنو نقول ما جبرت ما نقول لكم. المهم اللي جا مرحبا به، كنهضر مع الناس اللي بعاد اللي جا هما ديالنا ديال تازا قرابين حدانا هنايا و ورا كازر ماليش كلشي عنده فين يمشي كذلك ما كضحوا براني مرحبا بكم. عندي في الدار كاين فين نعسو في الدار عندنا الى جا الزير كان فين نديوه. المهم مرحبا بكم. شوف اختي مرحبا بكم فرشوا غير في الحصيره ونتسردوا كيف الحوت والله الا شكرا ونشطوا ونضحكوا هذا ما كان. فغادي نديرو ان شاء الله واحد الحفله اللي غادي تكون زوينه ان شاء الله بحول الله، واكيد هاد الحفله منين غدار راه غادي دار تحت بزاف فكرت بزاف ولقيت ان خص الحفله على الاقل ان يضحكوا شي ناس. المهم غادي نضحكوهم معانا وغنشطوهم معانا، وعلاش لا انا بغيتو تجيو حتى نتوما مرحبا بكم. بغيتو تجيو اللي في طنجة رباط كازا مراكش تطوان وجده المغرب كله مرحبا بكم والف مرحبا عندي. اجيو عندي للدار ما كاين حتى شي مشكل، نجلسو نضحكو نشطو ندوزو الحفله ونجيو نكملوها عندنا في الدار ضاحكين بيناتنا ناشطين. كي قلت لكم شوفوا لا قبلتو عليا راه غنفرشو غير في شفتي هذيك الحصيره
غير في الحشره نفرشو. مرحبا بكم. والناس وحده حدا وحده وحده حدا وحده ما كاين حتى شي مشكل. عندي واحد البيت خاوي، الا كانوا معكم اختي رجالاتكم ينعسوا مع الراجل في البيت الاخر وتبداو عليكم جدات مهدم، عيالات بوحديتهم والرجال بوحديتهم. المهم مرحبا بكم وشكرا لكم. وبغيمو انا فرحانه بزاف بهذا الدرع هذا اللي وصلني. فرحت 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 لواحد الدرجه ما كتصورش. فرحتينا بهذا الفرح. فرحت 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 والله حتى فرحانه. عرفتو راه غير جاتني حشومه نغوت مع هاد المأساة اللي وقعت، ما انا كنت غادي نغوت الزنقة بقوة الفرحة. فينا شي ناس بقاو فينا شي ناس والله، ولكن ملي كتجي كتشوفي كتلقاي راه ما كاينش. وانا كنت دايرة انني غنتلاقاه بالدقة المراكشية، مي احتراما لذاك الارواح اللي مشاو عند سيدي ربي وداك الشهداء اللي مشاو عند سيدي ربي، ما يمكنش ندير داك الشيء. الله يرحمهم ويوسع عليهم. وشكرا لكم وزطا مالك عليكم وتهلاو لي راسكم.